كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا بيوعدك لو انت جاهدت عشان تصلح نفسك. الآية دي لما نزلت في سورة العنكبوت كانت في مكة في عز التعذيب في المرحلة المكية في مكة، يعني ما كانش في المدينة، مش بنتكلم عن جهاد الغزوات والسرايا، كلام عن جهاد النفس، انك تجاهد نفسك، انك تجاهد قلبك كما قال الله عز وجل. كلما دخل عليها زكريا المحراب، محراب ايه؟ هي السيدة مريم كانت ماسكة سيف وبتحارب نفسها. المحراب سمي محراب لان العابد بيحارب نفسه، بيحارب شهواته، بيحارب شيطانه. المجاهد يا اخوانا، الانسان اللي بيجتهد على نفسه ربنا بيفتحها عليه قوي. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخته اللي هيفضل واقف على باب ربنا، يا بخته اللي هيجتهد في حاله مع الله، يا بخته. فالسابقات سبقا، سبق عظيم بقى، هو فين والناس كلها فين؟ ربنا فتح عليه بقى، فتح عليه في العبادة، وفتح عليه في الدعوة، وفتح عليه في الإيمان، وفتح عليه في صلة الرحم. لما ربنا ييسر لك الدين بقى، لما ربنا يجعل الدين قدامك يسير بقى، وييسرك لليسرى، خلاص هو الدين يسرى. بس المشكلة فيك انت، العراقيل جواك مش في الدين، الدين مش صعب، المشكلة فيك. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس من عيوبك، اوعى تيأس انك كل شوية تقوم وتقع، اوعى تيأس من الشهوات اللي جواك، اوعى تيأس من معصية كل شوية تقع فيها، ولما تقوم منها وتحسب انك خلصت منها تلاقي نفسك وقعت فيها تاني. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تحبط، اوعى يجيلك احباط. انا مش نافع، انا مش عارف ابقى متدين بحقه حقيقي، انا مش عارف ارضي ربنا بحقه حقيقي، انا همتي ضعيفة، انا عزيمتي وحشة، انا وحش مع ربنا. انا لما بقع في زنقة بقف واقول يا رب يا رب يا رب، ولما الزنقة بتروح بتصدم في نفسي، اصلا ايه ده ايه ده؟ انا ممكن اصحى في جو في الليل وما صليش اصلا قيام ليل ولا ركعتين. انا اوعى تحبط من نفسك، اوعى تيأس من نفسك، كمل وواصل، وربنا هيهديك، وربنا هيفتح عليك، وربنا مش هيسيبك. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هيجاهد مع ربنا، يا بخت اللي هيتعب عشان يصلح نفسه لحد ما ربنا يمن عليه ويهدي له قلبه كما قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. احنا قلوبنا قاسية يا جماعة، قلوبنا قاسية. اول مجاهدة لازم تجاهدها المجاهدة عشان قلبك القاسي ده يلين، عشان قلبك اللي عامل زي الحجرة ده يلين، عشان قلبك اللي عامل زي الحجرة ده يلين، عشان قلبك ده لما يسمع الذكر كما قال الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم. سمعتها دي قبل كده؟ وقفت قدامها دي قبل كده؟ فويل للقاسية قلوبهم. يا ويلك يا اللي قلبك قاسي، يا ويلك يا اللي لما بتسمع عن ربنا ما بتتحركش قلبك، يا ويلك يا اللي ما بتبص للسماء الوقت وتشوف السحاب الركامي ينزل من السماء من جبال فيها السحاب اللي عامل زي الجبال ده، اهو قلبك ما بيتحركش لجلال ربنا. يا ويلك يا ويلك يا اللي الليل والنهار وتعاقبهم ما بيخلوكش تسبح بجلال الله. فويل للقاسية قلوبهم. يا ويلك يا اللي لما بتسمع القرآن كأنك ما سمعتوش، كأن لم يسمعها. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قسوة القلوب من أهم أسباب قسوة القلب، إنك تبقى عارف إيه اللي يرضي ربنا وما تعملوش، إنك تبقى عارف ربنا رايد منك إيه، إنك تبقى عارف الحاجة اللي ربنا حبيبها منك أنت وما تعملهاش. مصيبة فقاست قلوبهم، إنك تبقى عارف إن عندك حاجات غلط ولازم تصلحها وعادي خلاص، ما عدتش موجوع عشان ذنوبك، ما عدتش موجوع عشان تقصيرك، ما عدتش زعلان لما بيقع منك حاجة من دينك، ما عدتش. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا كما قال الله عز وجل فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يزوغ من الدين، مش عاجبه حاجة، مش عاجبه الدعوة، أنا ما أقدرش أشتغل في الدعوة، يزوغ، يزوغ من حفظ القرآن، يزوغ من ورد العبادة أو ورد القرآن، يزوغ من صلاة الجماعة. فلما جوارح زوغت قلبه زاغ، قلبه هو كمان بعد عن دين ربنا، أزاغ الله قلوبهم. قلبك ورا جوارحك، اوعى تفتكر ان جوارحك ورا قلبك، اوعى تضل، اوعى تحط ايدك على قلبك وتقول مش لاقي قلبي، انا هشوف ايه العمل اللي الاقي في قلبي. اوعى، انت بتعمل العمل وربنا الشكور بيهدي لك قلبك بعد العمل. اوعى تفتكر ان العمل بيجي لما القلب يجي، لما الايمان يجي العمل يجي، لا 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 لا، انت تعمل اللي تظن انه يرضي الله
وربنا الشكور يمن عليك ويؤم لقلبك إيمان. فلما زاغوا، لما زوخ بقى من الدين، لما هرب بقى من تكاليف الدين، أزاغ الله قلوبهم. قلبك ورجا وارحك، اوعى تفتكر، اوعى تقعد تدور على قلبك الاقيه فين. لا، دور على رضا الله، دور على عملك، دور على ورد القرآن، ورد العبادة، جلسة الضحى، صلاة الجماعة، لاقي قلبك او مش لاقي قلبك. ولما ترضي ربنا بالعمل الصالح، ربنا هيخليك تلاقي قلبك سبحانه وتعالى.